طعن 3 أشخاص في محطة ليتنستن بالعاصمة البريطانية لندن مساء السبت. وصف جروح أحدهم بالحرج لكن حياته لا يتهددها الخطر وفقا للشرطة التي تمكنت من اعتقال المشتبه به بتنفيذ عملية الطعن بعد شل حركته وصعقه كهربائيا باستخدام مسدس تيزر قبل اقتياده إلى مركز شرطة شرق لندن. وتتعامل الشرطة مع العملية على أساس أنها فعل وصفته بالإرهابي، وبدأ قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة التحقيق بالحادث المنفذ، ووفقا لشهود عيان كان يصرخ هذا من أجل سوريا خلال قيامه بطعن الأشخاص 3 في بهو محطة مترو الأنفاق.